بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص جداول الموازنة يعني سمعنا بهم بعد بداية هذه السنة، وإحنا صوتنا على الموازنة الثلاثية لأجل أن تصل إلينا الجداول ببداية كل سنة حتى يصار إلى التصويت عليها، من ثم شروع الوزارات والهيئات التنفيذية والحكومة بتنفيذ هذه الجداول على أرض الواقع، مما يقلل من معاناة المواطنين ويزيد من حركة الخدمات في المحافظات والوزارات وغيرها. للأسف يعني إلى هذا اليوم إحنا قرابة يعني شرفنا على نهاية الشهر الرابع ولم ترد إلينا الجداول، يعني سيصار إلى عطلة تشريعية، وهذا الأمر يعني يلقي بظلالة على الواقع الخدمي. نأمل أن يكون وصول هذه الجداول قبل الذهاب إلى العطلة التشريعية ونهاية الفصل التشريعي حتى يصار إلى تمديد هذا الأمر إلى حين التصويت على هذه الجداول. الجداول وتأخيرها أمر مهم، وموازنة الموازنة الاتحادية لابد من الإسراع بالتصويت عليها بغية يعني الارتقاء بالخدمات، وهي حكومة خدمات وكما سمت نفسها، بغية النهوض بهذا الأمر وتقليل معاناة المواطنين والشرائح الأخرى بما فيهم شريحة الشباب.